يعطيكم العافية. هسه راح نبلش شرح الجزء الثالث من تشابتر 3. الجزء هذا راح يحكي لي عن الإفكتيفنس اريا سواء بالبيلد اب سكشن او بالويلدد سكشن، يعني اذا كان مربوط براغي او اذا بالحام. هذا راح يكون موضوع الفيديو اليوم. بحكي لي انه الإفكتيفنس اريا هي عبارة عن الاريا نت ضرب اليو. هاي ايش الاريا افكتيف، وهاي بستعملها مشان اوجد الرابتر ديزاين، لانه اليلدنج هي اريا جروس في 0.9 في اف واي، اما الرابتر بدها تساوي 0.75 في اريا افكتيف في اف يو في اف يو. فبالتالي انا بهمني اطلع الاريا افكتيف مشان اصمم على الرابتر، فوقت بصمم على الرابتر وبصمم على اليلدنج وبشوف مين الاقل وباخذه. طيب ليش انا بصمم على اريا افكتيف؟ بحكي لي بكل بساطه، لو بدنا نتخيل شكل زي هيك، عندي بليت تمام مربوطه ببليت ثانيه مربوطه ببليت ثالثه زي هيك. تمام، بقول لي هون في براغي مربوطين زي هيك. تمام، بس هاي البراغي مربوطات يعني بجزء واحد، يعني لو بدي اتخيل هذا الشكل هو عبارة عن L section. تمام، تخيلوا L section مربوط بس من جهة واحدة. تمام، هو عبارة عن L section مربوط من جهة واحدة هيك يعني. تمام، هذا لما اشوفه بشوفه بالجهة الثانية زي هيك. هسه لاحظ انه هو مش مربوط من جهتين، يعني انا رابط بس باللج هاي، فلما يكون مربوط باللج هاي انا منطقة التنشن فعليا راح تأثر عندي على جزء معين. يعني لو انا عندي اللود زي هيك تنشن، شو بصير عندي؟ بصير عندي انه منطقة الكسر راح تصير هون هيك بتسكر، ومن هاي الجهة نفس الاشي هيك. فهاي المنطقة اللي باللون الأحمر هاي كلها بتنكسر، هاي ما بيجي عليها شد. فالأريا افكتيف هاي الأريا افكتيف. فبيحكي لي الأريا افكتيف تنتج معي لما يكون أي جسم أي كونكشن عندي يكون مثلا مش كامل. يعني لو هذا الجسم الال سكشن مربوط بصفيحة من هون في براغي، بحكي لك انه هون الاريا افكتيف هي نفسها الاريا نومينال. تمام، او الاريا نت. اريا افكتيف تساوي اريا نت، يعني اليو بتساوي واحد. فاليو بتساوي واحد لما يكون مربوط بكل الجهات. يعني عندي دبليو سكشن مثلا، تمام، مربوط بكل مكان، يعني في براغي هون، طلع في براغي هون، براغي هون، وبراغي بالويب، هذا مربوط بكل مكان، هذا مكون مربوط بكل مكان، اليو بتساوي واحد. بس على فرض قال لي زي هيك، هذا مش مربوط بكل مكان، فالاريا افكتيف الها يو، اليو هذا متعلم كيف بنجيبها. تمام، فاليو بنجيبها من جداول حالات معينه، فهي الاريا افكتيف تفسير الاريا افكتيف. قبل ما نروح هسه بنروح شوف في عندي كل في عندي جدول، هذا الجدول هو شيت بالامتحان لازم يكون معنا مشان نعرف. هاي بيقول لي اذا كل التنشن ممبر مربوطين بكل مكان، بيقول لي اليو بتساوي واحد، وهي هسه شرحتها. هسه بيقول لي اذا التنشن ممبر ما عدا البليت، كل التنشن ممبر ما عدا البليتات كانت بتنقل اللود، واللود كانت مربوطين وين؟ زي هيك مثلا دبليو سكشن مربوط من فوق ومن تحت، او مربوط من جهه عادي، او مثلا ال سكشن مربوط من جهه. بيقول لي اليو بتساوي واحد ناقص اكس بار على ال. طيب شو الاكس بار وشو ال؟ خلينا نروح على ال اول شيء. لو انا تخيلت السكشن زي هيك، هاي بقى لما اشوفه من الجهه الثانيه، وكان عندي البراغي زي هيك هذا اللاين، تمام، بحكي لي ال هي المسافه بين اول برغي واخر برغي، هاي هي ال، هاي هي ال. طيب فرضا كانت البراغي زي هيك مبعثره، تمام، زي هيك. فشو القلب بتكون عندي؟ القلب بقول لك بتكون عندي يا سيدي العزيز اذا كانت البراغي مبعثره المسافه بين اول برغي واخر برغي، هاي هي القلب بحاله المبعثر.
تمام، هاي هي الال. فالال هي المسافه بين اول برغي واخر برغي. طيب لو تخيلت الشكل زي هيك، حكالي مثلا هون برغي، هون برغي، هون مش برغي، هون هول، بس هاي هول، هاي هول، هاي بولت، يعني هاي برغي، يعني هذيك ثقب وهاي بولت. طيب كان عندي زي هيك، فالال بتكون هي المسافه بين البراغي مش بين الهولات، هاي بتكون هي الال. هاي اذا كانت هول ما بتكون هي الال، هاي هي الال. تمام تمام. طيب ضع لي الاكس بار، الاكس بار حسب السكشن اللي عندي. اذا كان عندي سي سكشن، يعني تشانل سكشن زي هيك، بتكون الاكس بار هي هاي من هون لهون، بس بتجيبها من المانيوال جاهزه. ها نروح سي سكشن، غرفة السي مش هون، هاي السي، نقول لك سي سكشن، هاي الاكس بار، هاي اكس بار اسمها، هاي تمام اكس بار. وتروح على الاكس بار وين؟ مش موجود بالصفحة، بتكون بالصفحة الثانية، هي هاي اكس بار. تمام، اصلا ما في غيرها، اكس بي مش نفس اكس بار، هاي هي الاكس بار، تاخذها من الجدول حسب نوع السي سكشن. إذا كانت W section، بقول لك إذا كانت W section أنت راح تقصه بالنص ويصير اسمه WT، وبتركون الإكس بار هي المسافة من هون للنهاية، نهاية هون، بكون اسمها إكس بار. هيا بنروح على WT، على WT، فباخذ الإكس بار وينها؟ هيا اللي هي Y بار اسمها هون. يعني بدي أحكي ملاحظة، القانون U يساوي 1 ناقص إكس بار على L. بس مش دائما اكس بار يعني اسمها اكس بار، لا ممكن يكون اسمها واي بار حسب الحالات، حسب شو بالمانيوال. احنا شو بدنا نفهم؟ نفهم انها هي المسافه، المسافه من هون للسنترويد، هون شو اسمها؟ واي بار، هيها واي بار. فانا ايش باخذ الاكس بار هون؟ هي اسمها واي بار. هاي بحاله الدبليو سكشن بنخليه دبليو تي وبنحل. هسه اذا كان ال سكشن، الال سكشن هاي بدها شرح طويل. الال سكشن بحكي لي يا سيدي العزيز، اذا عندي ال سكشن زي هيك وهو مربوط بجهة واحدة، تمام؟ مربوط بجهة واحدة زي هيك. هسا كونه مربوط من هاي الجهة، هسا هو دائما بحكي لي الإكس بار من خط السنترويد، هاي السنترويد تمام، من وين لوين؟ من هون لهون، هاي هي اللي بسموها إكس بار. طب هي ممكن كمان تساوي أور واي بار، يعني ما باخذ دائما شيء اسمه الاكس بار من المانيوال، لا ممكن اخذ شيء اسمه واي بار. طيب متى بتكون اكس بار ومتى بتكون واي بار؟ شوف بدنا نعطيها على مثال اوضح. يعني لو كانت هاي الطول المربوطه هي 6 والطول هاي هي 8، ايش بروح؟ بروح على جدول ال 8 ب 6 وحسب شو الثيكنس، اكيد بيعطيني الثيكنس نص ربع كذا، بروح على الجدول تبع ال 8 ب 6 وحسب البعد الثالث نص او ربع او كذا، بطلع اكس بار وبطلع واي بار. هسه هون الجزء الحر، الجزء الحر او يعني المسافه العموديه، المسافه العموديه اللي هي هاي الاكس بار او الواي بار موازيه لل 8 ولا موازيه لل 6؟ لا رح تحكي لي موازيه لل 8، ال 8 اكبر ولا اصغر من ال 6؟ اكبر، فانا باخذ الاكبر فيهم. تمام، ناخذ الاكبر. اذا كانت عندي ال سكشن والجزء الحر هو الاكبر، فباخذ الاكبر من الاكس بار او الواي بار. طيب اذا كانت عندي بالعكس، كانت عندي هاي 6 وكانت عندي هاي 8، الجزء الحر ايش هي؟ هي ال 6، الجزء الحر هي ال 6، فباخذ الاقل. تمام، هاي ركز عليها، فهي اللي بعوضها باكس بار على ال. إذا كانوا 6 ب 6 بيكونوا متساويين، يعني الإكس بار راح تكون نفسها الواي بار. تمام؟ تمام، خلينا نشوف إذا نفسها ولا لا، بس بإحدى الأمثلة كان نفسها. يعني لو هاي 3.5 ب 3.5 الإكس بار تساوي 1.05 والواي بار مش عارف وين بجيب الواي بار صراحة، مش عارف وين بتنجاب. أنا أشوفها دقيقة، هيها
y بار 0.995 x بار 1.05. هسه فكان الالين متساويات المفروض مختلف، المفروض متساويات يعني هاي 1.03 لازم تكون الواي بار 1.03، بس مش عارف شو السبب صراحة. بالكتاب لما حل سؤال حلوا على أساس متساويات، يعني هاي 8.8 بواحد، 8.8 بواحد، الإكس بار هي 2.36 والواي بار 2.36، هيها ال 8.8 بواحد، الإكس بار لها 2.36 والواي بار 2.36، هاي المتساويات. بس هذاك أبصر ليش ما كان متساوي، هيها هاي الواي بار 2.65 إكس بار 1.65. هو مش عارف هو أخطاء من المانيوال أو إشي ثاني يعني. تمام، بس أنا هسه وضحت لكم إذا كانت شو طالبه. هسه راح نشوفه بمثال. فهاي حالة ال section وال C section وال W section. بس قبل ما نروح، كوني أنا استعملت كيس 2، أنا إجباري أمر على كيس 7 أو كيس 8. طيب بحكي لي إذا أنت استعملت W أو M أو S أو HP section روح على كيس 7. بتروح على كيس 7، بقول لك إذا البي فلانج أكبر من 2/3 تأخذ اليو 0.9، وإذا أقل من 2/3 تأخذ 0.85. فأنت بتشوف مثلا فرضاً 0.9، تمام، وهاي طلعت معي 0.95، بأخذ الأكبر. يعني بشوف أنا، شوف كيف الطريقة، بروح على كيس 2، كان مثلا W أو M أو S أو HP، هذولا وين بودوني؟ بودوني على كيس 7. هسه بأخذ أي واحدة فيهم ليو الأكبر. طيب إذا كنت أشتغل على L section أو Angel بشكل عام، يعني C وهاي والسوالف هاي، بتاخذ بتروح كيس 8. كيس 8 شو بتحكي لي؟ بتحكي لي كيس 8 إذا أربع براغي بكل لاين بتكون يو 0.8، أما إذا البراغي ثلاث براغي بتاخذ ايش؟ 0.6. فبشوف من الأكبر وباخذها، بشوف من الأكبر وباخذها. بس هي صفت المشكلة فقط بحالة الإكس بار هون، إياها ناخذ هاي، بدنا نتأكد منها. طيب مروا على الأمثلة، هاي السي سكشن، هاي السندرويد. بيقول لي هون determine the LRFD design tensile strength، يعني yield و ultimate أو اللي هو بسموها rupture، تمام، تصممهم الاثنين وشوف مين الأقل. and ASD، ASD ما بدنا إياها. قال لي section W 10 ب 45. طيب W 10 ب 45 يعني هيك شكله، تمام. فهذا 10 ب 45، بروح على المانيوال بلاقي الاريا كروس له كذا، الدبث له كذا، البي فلانج له كذا، والتي للفلانج كذا. طيب ليش ما حطش تي ويب؟ هسه بنشوف ليش ما حطش تي ويب. قال لي تو لاين 3/4 ان ايتش فلانج. قال لي هو مربوط ببراغي قطرها 3/4 بكل فلانج، بس كم لاين؟ تو لاين، يعني واحد هون وواحد هون. وين؟ على كل فلانج، يعني هذا السكشن هيك شكله، هذا السكشن هيك شكله. شوف مش مربوط على الويب، لما ما يكون مربوط على الويب معناته في اريا افكتيف، لو مربوط بالويب بتكون الاريا افكتيف بنفس الاريا نت، يعني سي بكون حالين زيه. بحكي لي بنوع حديد اسمه 572 من جريد 50، بتروح على المانيوال بتجيبهم بيطلع معك الاف واي 50 والاف يو 65. بيقول لي لو تروح ترسم السكشن الثاني له زي هيك، بيقول لك بكل لاين، ان ايتش لاين في ثلاث براغي، برغي برغيين ثلاث، برغي برغيين ثلاث.
والمسافة بينهم من سنتر لسنتر هي 4، يعني هاي 4 وهاي 4، يعني كم الال؟ الال تساوي 8، الال بتساوي 8. فهي هي رسمة السكشن هذا. يلا معنا بدنا اليلدنج. اليلد بتساوي البوينت 9 في اريا جروس في افيو. كم الاريا جروس للعشرة ب 45؟ 13.3. يعني اليلد 0.9 في 13.3. كم الافيو؟ الافواي قصدي، فيوي هاي كم؟ 50. بيطلع معي الجواب 598.5. طيب بدي رابتشر، محسب على الرابتشر بدها تساوي 0.75 في اريا افكتيف في افيو. اريا افكتيف بدها تساوي يو في الاريا نت. الاريا نت بدها تساوي الاريا جروس 13.3 ناقص كم برغي عندي؟ 2 بكل فلانج يعني 4 في الدياميتر 3 على 4 زائد 1 على 8 في التي فلانج. شايفين ليش ما حطش تي ويب؟ لانه هو ما اعطاني التي ويب، حكى لي ايش مبعثر. لا ما حكى لي ايش مبعثر، بحل عادي. لما احل بيطلع عندي ايش؟ تطلع مع الاريا نت. طب الاريا افكتيف هو قال لي مربوط، الاريا افكتيف مربوط بالفلانجات. فايش بعمل انا؟ بقسم الشكل، يعني دقيقة شوي ما بقدر ارجع كمان هيك. بقسم الشكل، هو كان دبليو 10 ب 45، راح اخليه دبليو تي 5 ضرب 22.5. بروح على المانيوال على دبليو تي 22.5 دبليو تي 5 هيو دبليو تي 5 22.5. الاريا له 6.63، انا ما بدي الاريا، انا بهمني الواي بار، والواي بار 22.5 هي كم؟ 0.907. ليش انا بهمني الواي بار او الاكس بار؟ يعني الاكس بار او 0.907 بهمني لانه نطبق اليوم 1 ناقص 0.907 على ايش؟ على ال اللي هي 8. فبطلع قيمه يو، شوف طلع قيمه يو هي 0.989. بس قبل هيك بنروح نفحص، نفحص ايش؟ نفحص التابل كيس 7. نروح على كيس 7 بنلاحظ البي فلانج 8.02 وهي راح تطلع مني اكبر من 2 على 3 دي، تطلع معي 6.73. هاي بنفحصها للسكشن الدبليو مش الدبليو تي. الدبليو تي بس وظيفتها اني اطلع الاكس بار. طيب فكم بتطلع معي؟ اليو 0.9، فعندي 0.9 و0.89، مين الاكبر؟ 0.9. فالاريا افكتيف تساوي 0.9 في الاريا نومينال. هاي الاريا نومينال اريا نت. فاللود بيكون مضروب بالاف يو فبيطلع 488.5. مين اقل؟ 488.5 ولا 598؟ لا 488، ما الرابتر هو الكنترول. طيب تعالوا هون بحكي لي determined the LRFD design tensile strength and the ISD. ISD مبني اياها الحديد 36 ب 58، ال 6 ب 6 ب 3 على 8 is connected and it's with one line of 4 7 على 8 diameter bolts 3 inch center to center. يعني عندي L section تمام، L section ماله هذا؟ هذا عبارة عن 6 من هاي الجهة و 6 من هاي الجهة والثيكنس 3 على 8 تمام. is connecting and an connected at its ends with one line of 4 7 على 8 مربوط براغي 7 على 8 وين؟ on one leg، موجود على leg واحدة. بس هو المفروض يحدد لي على، بس لو قال لي بالتو leg مربوط ما في area effective، تكون area effective واحد او اليو بتساوي واحد لانه مربوط بكل مكان. بس هون حكى لي انه مربوط بجهة واحدة، وين؟ هون مثلا بون لاين، مربوط بون لاين. فهذا رسمته كسكشن كيف بده يكون؟ ون لاين واحد بس، يعني هيك. بس كم برغي؟ شوف حكالي 4 7 على 8 يعني 4 براغي زي هيك، والمسافه بينهم سنتر لسنتر 3، يعني هاي 3 وهي 3 وهي 3، يعني
ثلاث ثلاث ثلاث، فكم ال؟ ال بتساوي 9. تمام، ال بتساوي 9. فهون لاحظ انه الاريا كروس طلع من المانيوال حكى لي واي بار بتساوي اكس بار، لانه ال 6 ب 6 ب 3 ب 8 نفس البار. خلينا نروح الانجل انجل ال 6 ب 6 ب 3 ب 8 هيها هيها. الاكس بار الاكس بار كم بتساوي؟ 1.62، والواي بار 1.62، هيها متساويات. فايش باخذ؟ باخذ المتساويات. فاليلدنج بتكون 0.9 في اف واي في اريا جروس، وهي النومينال رابتر سترينث، والال 9 زي ما حكينا، واليو هيك. مروا على كيس 8، بنلاحظ انهم اربع براغي. لما يكون اربع براغي باخذ اليو 0.8. مين اكبر، 0.82 ولا 0.8؟ 0.82. فاليو 0.82 الاريا افكتيف. هيك بخلص. هسه الويلدد ممبر اللي هم للحام، هسه للحام ما في براغي، يعني انا لما اربط قطعتين ببعض بربطهم بالحام مش ببراغي. يعني الاريا نت بتساوي اريا جروس، يعني كثير ريحنا. بس الاريا افكتيف تتساوي يو في اريا نت. طيب هسه الاريا نت نفسها اريا جروس، يعني شو قديش ريحني لا بطرح براغي ولا ستاجرد ولا شيء. بضل عندي اليو. يو كيف بجيبها؟ بجيبها من الجدول. بحكي لي اليو، نرجع للجدول، بحكي لي إذا أنا لحمت هاي كيس 3، إذا أنا لحمت بالاتجاه العرضي فقط، كيف يعني الاتجاه العرضي؟ شايف هاي أنا هون لاحم قطعتين ببعض، بكل إذا لحمت بالاتجاه العرضي لحاله زي هيك اليو واحد. تمام تمام. بيقول لي إذا لحمت بالاتجاه الطولي فقط، يعني هيك وهيك، هذا الطول إنه باتجاه اللود، بتكون اليو حسب الحالات. إذا كانت ال اللي هي القطعة اللي داخلة، يعني للحام يعني طول الحام اكبر من 2 في دبليو، دبليو اللي هي وايد يعني عرض البليت، البليت اللي داخله البليت الاصغر، يعني كم 2 دبليو. اذا كانت ال اكبر من 2 دبليو 1، اذا بين 1 ونص ل 2.87، واذا بين 1 ونص ل 1 75%. بحكي لي اذا كانت مربوطه بكل الاتجاهات ايش بروح؟ بروح على كيس 2، بروح على كيس 2 وبشتغل على نفس الشيء، 1 ناقص اكس بار على ال. بنفس الوقت ما بنفحص 7 و8 لانه هذول للبراغي، هذول للبراغي. يعني اذا كان ملحوم بكل الاتجاهات باخذ كيس 2. هذا هو للحام. فروا على الامثله، هذا مثال بيقول لي للبليت 1 كروس 6 ان ذا فيجر كونكتنج ذا بليت 1 كروس 10. يعني في عندي بليت كبيره 1 ب 10 وبليت صغيره 1 ب 6، بيقول لي ملحومين ببعض، ملحوم باتجاه طولي فقط. هي طلع لي الحام، هذا الحام، هي الحام، هاي الحام. بحكي لي اوجد الاراف دي ديزاين. طيب حكى لي انه للحام مساحه القطع اللي فايته، طول القطع اللي فايته 8 وعرضها 6. اصلا لو ما اعطاني عرضها، لو ما رسم لي انه هاي 6، هي 6، ننسى هالشيء، هاي 6. فايش بعمل انا؟ بشوف ال بتساوي 8 والدبليو 6، فانا بدي اقارن ال اكبر من 2 دبليو. لا طب ال اكبر من 1.5 دبليو، بس بطبق الثلاث حالات هذلاك. راح تقول لي ال هاي ال، شوف ال 1.5 دبليو 9، فال الجدول ال هي اقل من 1.5 دبليو واكبر من الدبليو. هي الدبليو 6 بنفس الوقت اقل من 1.5 دبليو، 1.5 دبليو هي 9 والال 8 وهذيك 6، هي بناتهم. فاليو 75%، اليو 75%. فالاريا افكتيف، نرجع للمثال، الاريا افكتيف راح تساوي البليت 1 ب 6، فهي نفس الاريا نومينال مضروبه، الاريا نومينال هي نفس اريا جروس مضروبه باليو. كم اليو؟ 0.75. ففي 75% مباشرة هل الاريا افكتيف. فالديزاين، الديزاين بده يكون عندي اليلدنج بيكون 1 ب 6 في الاف واي في 0.9، والرابتشر بيكون هاي القيمة مضروبها ب 0.75 في اف يو. هاي طلع هاي اليلدنج مباشرة 50 في 1 في 6 مضروبها ب 0.9، اما الرابتشر طلع اليو 0.75
بعدين نضربها بالهاي. هذا مثال ثاني بحكي لي إذا كان ملحوم بكل الاتجاهات بصير عندي لغز، فشو بصير عندي؟ بطبق الكيس 2 وارجع على كيس 2 بقول لي كمبيوتر RRT design tensile strength. قال لي شلون the welded on the edge transfers and locked on terminal، يعني مربوط بالاتجاهين. قال لي إذا FY 50 والFU 70، فبقول لي ملحوم هيو، ملحوم هو مربوط هيو، مربوط بالقطعة الثمانية تمام، للحام يعني هاي للحام ملحومة مع القطعة الثمانية مع اللقة الثمانية. يعني مين الحرة؟ الستة. يعني لما طلع X بار Y بار بأخذ مين؟ بأخذ الأقل الأل. هذا السكشن هو عبارة عن ثمانية ضرب ستة ضرب مين؟ ضرب ثلاثة أربعة، هاي معطيني إياه. لاحظ إنه ثمانية بستة منروح أل ثمانية بستة بإيش؟ بثلاث على أربعة. أل ثمانية بستة بثلاثة على أربعة هيو الواي بار إلو 2.55 والإكس بار إلو 1.65. مين الحر؟ الحر الستة. فمين بأخذ؟ بأخذ الأقل. مين الأقل؟ 1.65. والأريا جروس 10 أو 9.99. فمباشرة الأريا في اليو تتساوي 1 ناقص إكس بار على أل. إكس بار كم؟ 1.56. كم الأل؟ الأل هي 6 المسافة اللي داخله. الأل اللي هي مسافة للحام، مسافة للحام اللي دخلت. فبوينت 7.4 وبطب وما في عندي كاسات ثانية كاس 7 أو هاي خلص. فاليو هي هاي، فبطلع الرابتر ديزاين هاي واليلدنج ديزاين هاي. هون الكوليكتنج إليمنت فور تنشن ممبر بقول لي إذا أنا بدي أربط إليمنت مع بعض، يعني بدي أربط الإليمنت، يعني هاي معناها إليمنت مثلا، والفلانج هو عنصر أو جزء من السكشن كامل. فإذا بدي أربط إليمنت معين بحكي له بكل بساطة بدي أربطه ببليت أكبر منهم مشان يتحمل، وبنفس الوقت الأريا اللي بدي تطلع لازم تكون 85% من أريا جروس، ما تتجاوز الأريا جروس. يعني أنا الأريا نت إذا طلعت 0.9 أريا جروس غلط، يعني بتطلع الأريا نت والأريا جروس إذا طلعت أكبر من 0.85 خليها 0.85، وإذا أقل أموري تمام. تمام. فهذا بليت عادي بيقول لي في عندي W section بدي أحط عليه بليت 3×8 كروس 12 من كل جهة. فكم الأريا نت؟ سهلة، الأريا نت بتكون بليتين لأنهم 3×8 في 12 ناقص كم برغي أنا عندي؟ برغيين من كل جهة، أو 2 line من البراغي، 2 line من البراغي ناقص 2 في 3×4 3×8 اللي هي الثيكنس لهم. بعدين فحص 85%، فحص 85% من اريا جروس طلع لي ايش؟ 7.65. فصمم عليها، صمم عليها. هيك خلص الجزء من هذا الفيديو، بضل علينا بس نحل اسئله ونشوف في اسئله معينه البلوك شير ان شاء الله بالفيديو الجاي. طيب هون الامثله، لاحظ انه بهاي الامثله لو طلب مني اوجد الاريا افكتيف او ديزاين، الاريا افكتيف هون واحد اليو. ليش؟ مربوط بكل مكان الاريا افكتيف، لانها مربوطه بكل مكان. هون الاريا افكتيف واحد، الاريا افكتيف واحد اليو، اليو واحد. حتى لو طلع فايند افكتيف اريا، طب كيف افكتيف اريا؟ يعني اليو واحد لانه مربوط بكل مكان، فبضل علي ايش؟ اليو. بضل الاريا نت. هون مثال جايك زي هذا، مثال 23 determine the effective net area for the section by using U value given in table 3.2. بدي اروح على التابل اللي رحنا عليه وبدي احسب. شوف انه مربوط، الجزء المربوط هو الجزء القصير، فايش الجزء الحر؟ هو 6. فبدي اخذ الواي بار او الاكس بار مين الاكبر فيهم. طيب يلا معي، طبعا مش ستاكر تول، فالاريا نت بدها تساوي الاريا جروس، بجيب الاريا جروس لهذا هسمي احسبه أو بنشوف حالة من المانيوال، ناقص كم برغي عندي؟ برغي واحد مضروب في الديميتر إله 7×8 زائد 1×8، وكم السكشن هذا؟ نص. تمام؟ هاي الأريا نت. طيب قديش الأريا إفكتيف؟ بتتساوي يو في الأريا نت. اليو هون مربوط بثلاث براغي، تمام؟ ففي عندي حالتين، حالة الكيس 7، الكيس 8 قصدي. الكيس 8 لما يكون مربوط البراغي ثلاث براغي بيكون 0.6، او بفحص
واحد ناقص اكس بار على الاقل. هسه كم الاكس بار بدي اخذها؟ بدي اخذ الاقل، احنا حكينا قبل شوي الاقل. خلينا نروح على المانيوال ونرجع مع بعض نشوف حل صح ولا. دقيقه اجيب المانيوال. تمام. السكشن عندي حكينا هو عباره عن ال 6 4 بنص، ال 6 ب 4 بنص، هاي ال 6 ب 4 بنص، الواي بار 1.98 والاكس بار ال 6 4 بنص 0.981. مين باخذ؟ نشوف مين الجزء الحر، هو الستة، الستة أكبر من أربعة، فالواي بار بتكون 1.98. ليش أخذت الأكبر؟ لأنه الجزء الحر هو الأكبر. يلا معي شوف أعمل زي هيك ولا لا. طلع الإكس بار أخذها 1.98. شفت ليش؟ الأل سبعة. ليش الأل سبعة؟ لأنه بكل بساطة حاكي لك إنه هاي 3.5 وهاي 3.5، المسافة بين أبعد برغيان 7. فهاي اليو طلع اليو 1.72، والجدول بحكي لي إذا كان عندي ثلاث براغي بأخذ 0.6، مين الأكبر؟ 0.72. فالأريا إفكتيف 0.72 في الأريا نت. الأريا نت إيش هي؟ الأريا نت طلعناها قبل شوي، الأريا جروس ناقص 1 في 1 7.8 زائد 1.8 ضرب النص. شو النص؟ اللي هي الثيكنس حكيناها هون. determine the effective net area. بالسؤال اللي قبل افرض انه اللي هو الديميتر 1 انش، يعني بدل 7.8 خلي 1 انش، نفس السؤال. طيب هذا السؤال سؤال 3.21، هذا السكشن ال 7.4 بنص، الجزء الحر، الجزء الحر اي لق فيهم اللي هو الجزء الحر اللي هو اللق الاثنين الاربعة. تمام. فبدي اخذ انا الاكس بار الاقل. تمام. هسه شو اللي بصير عندي هون؟ ستاجرد هول. فهنا لعبتي بالاريا نت، هاي الاريا نت بتكون المسار هذا، اس تربيع على 4 جي، الجي 3 هيها جاهزه والاس هي 2. فالاريا نت بتساوي اريا جروس بجيبها من المانيوال ناقص كم برغي انا مريت باثنين، كم قطرهم 1 انش، كم الثيكنس، الثيكنس نص هيها، زائد اس تربيع على 4 جي، كم اس 2 تربيع على 4 في جي اللي هي 3. تمام. فشو بضل علي؟ بضل علي اليو، اليو بتساوي 1 ناقص اكس بار على ال، 1 ناقص اكس بار على ال، او هو مربوط بتو لاين من 4 براغي، فبده يكون عندي حالتين. يا الحالة هاي حالة الأربع براغي اللي هي 0.7، أو نطلع من 1 ناقص إكس بار على ال. طيب شو السكشن عندي؟ ال 7 بأربعة بنص، صح؟ ال 7 بأربعة بنص، هي ال 7 بأربعة بنص، في عندي الإكس بار هي عبارة عن 0.9، وفي عندي الواي بار هي عبارة عن 2.4. فمين باخذ؟ مين الجزء الحر؟ مين الجزء الحر بالسؤال؟ مش منتبه من الجزء الحر. الجزء الحر هو الصغير، فباخذ الأقل فيهم. خلينا نروح على المانيوال نشوف إذا الحل صح ولا لا. problem 3.21، هيو أخذ الأقل. شايفين؟ ليش؟ لأنه الجزء الحر هو الأقل. طيب يلا نيجي مع بعض. الاريا نت هو اخذ اثنين اريا نت، واحد مستقيم وواحد متعرج، بس هو اخر شيء راح يطلع مع المتعرج هو الاقل. هاي شوف هاي 4.3 هذيك 4.7، فمين الاقل؟ المتعرجه. فالاريا افكتيف 1 ناقص اكس بار على ال، شوف اخذها 12. ليش 12 الاريا افكتيف؟ لانه من ابعد غرف برغي لابعد برغي 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12، مفروض 14 الأل. الأل من أبعد برغي لأبعد برغي زي هيك، 1 2 3 4 5 6 7. الأل لازم 14 مش 12، غلط من المانيوال اللي هون، هون لازم 14. هيو 14، هو هون حاطه على 12، مش غلط يعني، هو كاتب إشي ومعوض إشي. تمام.
فحل هاي اليو في عندي ثنتين يو قلنا يا بوينت 7 يا بوينت 92 مين الأكبر؟ ها. مين الأكبر؟ ها. طيب هذا مثال خلنا نشوف في أمثلة ثانية. هذا مثال نفس الشيء دبليو سكشن فبدي أقسمه للنص مشان يصير تي مشان يصير تي والبراغي مربوطات هون فبدي أطلع اليو خلنا نشوف بشكل سريع شو معوض. هيا هيا دبليو تي طلع الإكس بار وحل. هاي كل الأسئلة بس هاي كل أسئلة الأريا إفكتيف. هذا الجاهل البلوك شير يقول لك وجد الـ RFT ديزاين بس الجاهل البلوك شير. هذا سهل يعني L section ومربوط من هون L section 6 ب 3 بنص تمام. هاي سؤال 24 أوجد الديزاين L6 ب 3 ونص ب 3 على 8. البراغي بدها تكون مربوطة على L كبير ومفروض يحكي لي بس هو مش حاكي لي. بروح على المانيوال الاريا نت هاي اليو طبعا كانهم ثلاث براغي في عندي حالتين كالسبعة وهاي عوضهم طلع الاكس بار 1.781 وحل. هاي هيك بس طبيعة الاسئلة. هاي ستاجرد نفس الاشي هاي الال بتكون دبل سكشن نفس العادي ما بفرق. هذا الاريا افكتيف انتبه انه الاريا افكتيف مش واحد اليو وهيك يعني تقريبا هيك انتهى كل اشي. هذا سي سكشن انتبه انه سي سكشن البراغي مربوطات هون فننتبه هاي الإكسبار بس. هاي كل حالات الكتاب الأريا إفكتيف. وهاي حالات للحام إذا للحام مربوط هون فاليو واحد تحب تتأكد من المانيوال موجود بالصور وهون مربوط بالعرض حكى لأنه هذا سي سكشن حكى لأنه سي سكشن فبدي أشوف كم الوايد إله تمام تشوف كم الوايد إله بس أصلا ما بحتاج لأنه هون مربوط من الجهة بحتاج وداخل خمسة وبدي اشوف هاي كم وبحل تمام. هاي الاكتوديون خلينا نشوف كيف محمود بلص سؤال 33 مع بعض. هذا شوف اليو أخذها واحد خلنا أورجيكم. هي اليو واحد أخذها مثل ما حكينا. سؤال 33 حكى لي السكشن زي هيك بس لما فحص مشان يوجد اليو إيش أخذ اليو؟ أخذ اليو 75 من الكيس 4 بس ليش أخذ 75؟ خلنا نشوف إذا في فحص إشي ما أخذ إشي. خلنا نشوف الجدول المفروض يحكي لي إنه اليو ليش أخذها 75؟ أو ممكن أنا نسيت جدول بس يعني هايها من طلعت ال أقل من هاي أقل من هذيك. طيب ليش؟ ما أقول أنه سي 6 يعني لو طلع المانيوال سي 6 هي الدبت 6 يعني او انه الفلانج مش عارف بالضبط صراحه يعني مش واضح السي سكشن شو اليو باخذها بس هو اخذها 75%. شكرا ما يكون سي سكشن دائما تاخذ اليو 75%. طيب مش مشكلة يعني مش موضوعنا يعني اذا جاء تبعوا عليها. هيك خلصت كل الاسئلة بهذا الفيديو. ان شاء الله الفيديو الجاي
يكون عبارة عن البلوك شير، ونشرح الخمسة أمثلة اللي ضمنوا مع الإكزامبل. يعطيكم ألف عافية.